السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، وكنعتذر على هذا التأخير. دوزنا رمضان على خير، الله يتقبل، ودوزنا أجواء العيد مع العائلة. اللي مسافر يشوف العائلة، والحمد لله ارتاحينا شوية. ورجعت معكم إن شاء الله الفيديوهات ولا الوصفات إن شاء الله. كما عرفتوا أجواء ديال الصهد ولا أجواء ديال الصيف بدات كتدق علينا، وكتعرفوا الوليدات كيتشهوا علينا، بغينا لاكلاص، بغينا شي حاجه نتبردوا بها. نبارطاجي معكم داكشي اللي وجدت ليهم، تاخذوا افكار. ودائما كما كنقول لكم، الحاجه ديال الدار كتبقى في المرتبه الاولى نقيه، وكنعرفوا واش كنعطيو لوليداتنا واش كياكلوا. نعطيكم ثلاثه نكهات ديال الكلاص اقتصادي ان شاء الله. كل شيء غنصيبوه في الدار. انا بالنسبه للحليب المحلى كنت ديجا حطيته في القناه، سهل وجدته في الدار. الا ما كانش عندكم، تاخذوا العلبه ديال الحليب المحلى. هنايا خديت نصيترو ديال الحليب يكون بارد، وحتى هاد الساشيه ديال الشونتيه راني حطيتها في المجمد تقريبا واحد نص ساعه. وغادي نطلعوا هاد الحليب مع الشونتي بودغ، وهذا هو النيسلي او الحليب المركز اللي صيبته في الدار. كيجي نفس المذاق. كناخذوا كاس الحليب نيدو، وكاس ديال السكر، ونص كاس ديال الماء، وكنمخضوهم مزيان في الخلاط. ومن بعد كنحطوه على البوطه تكون مهيله، وكنبقاو نخدموا حتى يعقد لينا، وتخليوه يبرد، لان ملي كيبرد كيشد في راسو. وكنزيدوا لهاد الشونتي اللي طلعت. حاولوا دائما في لي كلاص ما تحاولوش تطلعوا الشونتي ديالكم، سواء تكون هذيك السائله ولا هذه بودره، ما تطلعوهاش تتوقف لكم باش يبقى لكم داك الكلاص رطب. هنا بالنكهه غادي ندير النكهه ديال الحامض في الاول. داكشي علاش درت حامضه عصرتها وخديت لها القشور ديالها. راكم شفتوا في الفيديو درت القشور، ومن بعد درت العصير ديال الحامضه. هنا راني قسمت داك الكميه ديال الشونتي اللي عندي، قسمته. هذا اللي شفتو معايا درت ليه النسمه ديال الحامض، على حسب الكميه اللي بغيتو ديال الكلاص غادي تصيبوا النكهات. هذا ديال الحامض ساليتو كما شفتو، درت ليه عصير ديال الحامضه وقشور ديالها، ودرت واحد لاغوم كيتباع نعززو به المذاق ديال السيترون، وحتى اللون كيجي رائع. هنا صافي غادي نغطي وغادي نحطو في المجمد، وغادي ندوز الباقيه اللي غادي ناخد ندير الشوكولا. بغيتو تذوبوا الشوكولات اللي عندكم، بغيتو ديروا الشوكولات ديال الدهن اللي عندكم، اللي كان عندي ديال الدهن وخدمتو مع داك الشونتي. وهنا ناخد اي بسكوي من اختياركم. مادام اننا درنا ديال الشوكولاته، انا خديت هذا اللي هو معروف، وكنحاول نفرتو، وغادي نزيدو كيعطي واحد المذاق زوين للكلاص بحال اللي كيتباع. كما كتشوفوا ضروري تخليو الشونتي ديالكم هكا شويه رطب باش الكلاص ديالكم يجيو رطبين، وما يجيوناش هكاك ملي كيتجمدوا يجيونا فيه بحال هكاك مجمدين. صافي هنايا وجدت هادو اللي غيدخلوا لي المجمد، عندهم الغطايه، غادي نقادو وغادي ندخلوا المجمد ان شاء الله. بسيطين وسهلين ودغيا كيوجدوا. هنايا الكميه اللي بقات ليا، غادي خديت الفريز، كان عندي في المجمد الفريز، وزدت عليه السكر وخليته تطبخ. درت واحد مركز ديال الفريز، بغيتو طحنوه باش ما يبقاوش لكم هاد الطروفه ديال الفريز، ولكن انا كنفضل انهم يبانوا في الكلاص، كيعطيهم واحد المذاق احسن ومركز. ما عندكمش تقدروا ديروا غير داك لاغوم ديال الفريز، راه كيتباعوا بحال هذا اللي درت للحام، تقدروا ديروه وتزيدوا واحد الياغورت ديال المذاق ديال الفريز. انا صراحه كان عندي الفريز، قلت علاش لا ندير شي حاجه طبيعيه، وهاد الطروفه اللي كيبانوا في الفريز كيزيدوا واحد المذاق زوين. ملي كتاكلوا الكلاص ديالكم كتلقاو داك الطروفه ديال الفريز. الا ما بغيتوش تقدروا تطحنوا داك الكولي اللي صيبتو. وها حنا درنا واحد النسمه ديال الفريز، كيجيو رائعين. غادي نسد عليه وغادي ندخلوا المجمد ان شاء الله،
وغادي نرجع معكم من بعد ما تدوز واحد 4 سوايع على حسب المده اللي خدا لكم باش يتجمع. صافي هنا من بعد ما تجمدوا انا غادي نسر به لكم. صراحه المره الاولى درته في الكيسان، اي حاجه بغيتوا ديروا فيه كما شفتوا راه كيجيو اللوان زوينين وحتى المذاقات كيجيو رائعين. حتى هذا ديال الحامض صراحه حماقيت عليه، انا ذقته كيعجبني نسمه الحامض. وغتقدموه بالطريقه اللي تعجبكم، وتقدروا تزينوه بنفس البسكويت اللي حطيته ولا بقطعه ديال الحامض ولا بالشوكولات كما بغيتو. انا قدمته لهم بجوج اشكال، مره في الكيسان، مره الثانيه عاوتاني درته هكذا في هادو البيضين كيبان حسن. والتزيين كيبقى اختياري صراحه، كيجي واحد الكلاص اللي زوين اقتصادي كيبقى عندكم اللي عنده الوليدات تبارك الله، راه كيخرج كميه. وكل مره جاوا من المدرسه ولا هكا جاوا على برا الصهد يبغيو شي حاجه يتبردوا بها تقدموه ليهم، كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، ولا هذه الوصفه اللي بارطاجيت معكم هذا الكلاص يعجبكم وتجربوه، ولا فيديو اخر. خليت لكم الصحه والهنا، الى اللقاء.